الفساد في كل مناطق العالم، في كل دول العالم في فساد، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. يعني بدي أسألك سؤال، الأموال اللي بتيجي هذه لو أعطوا كل فرد جزء منها، جزء بسيط، بضلش ولا فقير عندنا في فلسطين. أول شيء مطلوب من المجتمع الدولي مراقبة الأموال التي يحولها للسلطة، أين تذهب؟ بالنسبة للتبرعات الداخلية عندنا نسمع سمع على الإعلام وبالاتصال المواصلات الموجودة يعني بيننا، الإنترنت، التلفاز، الراديو، إنه بدخل دعم، بينما إحنا الشعب مش شايفين إشي. إلا ما يبقى في فساد، بس مش إنه للأنظمة التحتية إلا للعالية. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الأموال لو إنها اللي بتصل عنا لفلسطين، في داخل فلسطين، لو بتنزل الأموال هذه لفلسطين، كل الأموال اللي بتنزل عنا في داخل فلسطين، لو هذه بتتوزع لكافة الفلسطينيين في داخل فلسطين، ما في عجز ولا في فقر ولا في أشياء كثيرة. غير هيك عندنا كمان اللهم صل على سيدنا محمد، عندنا المواد الغذائية، إحنا طلعت فوق ما يتصوروا. عمر كيس الطحين ما وصل عندنا 160 شيكل 170 شيكل، إحنا كنا نذكر على أيام عهد إسرائيل كنا نذكر 16 شيكل 17 شيكل.